السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا محاضرات تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال واحد. المحاضرة الثانية يا رب تكونوا جميعا بخير وتكونوا خلصتوا الجزء اللي فات على خير. المحاضرة الثانية هنستكمل الأسئلة بتاعتنا. السؤال الخامس، احنا كنا وقفنا المحاضرة الأخيرة عند السؤال الرابع. في عندنا بعض الاختصارات اللي موجودة في لوحة المفاتيح في الكيبورد لبرنامج وورد، دي بتسهل لي الشغل بتاعي. طبعا احنا عندنا اختصارات كتير جدا جدا، بس صعب جدا ان انا اكون ملم بيها، فاحنا عايزين بس نكتفي بالاختصارات الهامة اللي بتستخدم بكثرة في هذا المجال. وطبعا بدل ما هنقعد نشرط كل هذه الاختصارات، انا هكتفي هحدد لكم بس الاختصارات اللي هي مطلوبة منكم والصفحات بتاعتها. فالجزء المطلوب منكم هنلاقيه موجود في صفحة 133 و134 اللي في الكتاب بتاعكم، ده المطلوب فقط، باقي الاختصارات غير مطلوبة منكم، هي دي بس الاختصارات اللي انا عايز اجيبها. نفس القصة بالنسبة للسؤال السادس، في عندنا برضو في شريط الادوات مجموعة من المفاتيح، عايزين نحدد وظائف بعض هذه المفاتيح، ده برضو هنلاقيه موجود عندنا في الكتاب. مش كل المفاتيح احنا محتاجينها، انا محتاج منكم بس المفاتيح اللي موجودة في صفحات من 16 الى 20 فقط. تقدروا ترجعوا للكتاب وتاخدوا الصفحات دي وتبصوا عليها. بعد كده عندنا، لو انا دلوقتي شغال على برنامج الوورد وفي كلمة معينة انا عايز ادور عليها واستبدلها بكلمة اخرى، كلمة انا كتبتها مثلا الكلمة دي فيها خطأ معين متكرر في بقية الملف او في بقية الصفحة، فبدل ما اقعد اصحح رقم رقم او استبدل كلمة كلمة، ببدأ اعمل لها استبدال مرة واحدة. ازاي؟ نخش على قائمة روم، في الاخر خالص على اليمين بنجد كلمة ريبليس، بيفتح لي شاشة بكتب الكلمة اللي انا عايز ادور عليها في قصاد المربع بتاع فايند وات، وبعدين الكلمة اللي انا هحطها بديل ليها اللي انا هستبدلها في المربع ريبليس ويز، بضغط على ريبليس، هنا هيستبدل لي الكلمة اللي واقف عليها فقط، يعني هيستبدل أول كلمة بس بتقابله هيستبدلها. طبعا لو عايز الكلمة دي متكررة في الملف وعايز استبدل كل الكلمات، في الحالة دي بدوس على ريبليس أول، فهيستبدل لي كل الكلمات اللي في الفايل بالكلمة الجديدة. أنا دلوقتي لو عايز استبدل كلمة كلمة، يعني ممكن أكون مش عايز استبدلهم كلهم، عايز استبدل بعضهم بس، فبختار ريبليس، بيغير لي أول واحدة، بدوس ريبليس تاني بينقل على اللي بعديها وهكذا، بحيث ان انا لو في واحده مش عايز اعملها بعديها، لكن لو عايزه يغيرهم كلهم بختار الامر ريبليس اول. طيب لو انا عامل الفايل بتاعي وعايز احط له ووتر مارك، علامه مائيه، ازاي نعملها او ازاي نختارها؟ برضو هنخش من قائمه ديزاين، هنختار الووتر مارك، في قائمه ديزاين نختار الووتر مارك، بعد كده بنختار الكاستم ووتر مارك، كاستم ووتر مارك. في الحالة دي بنبدأ نفعل، هل احنا عايزين نعمل الووتر مارك ده تكست هنكتب كلمة، ولا هنحط صورة بيكتشر ووتر مارك؟ فبنفعل التكست لو احنا هنكتب كلمة، أو البيكتشر لو احنا هنعمل صورة. بعد كده لو هنختار التكست بنكتب الكلمة اللي احنا عايزينها، لو صورة بنختار الصورة المطلوبة، بنعمل براوز ونختار الصورة المطلوبة من على الجهاز بتاعنا. بعد كده بنشوف احنا الكلمة دي هنحطها هوريزونتال أفقي، ولا هنعملها دايوجونال بزاوية، ثم نضغط على اوكي، هتبدأ تظهر عندي في جميع الصفحات بتاعة الملف اللي انا شغال عليه. طيب انا بعد ما خلصت الفايل بتاعي عايز اعمل فريم، بيبقى شكل الورقة حلو كده نعمل لها فريم، فازاي نقدر نعمل الاطار للصفحات بتاعة ملف الوورد؟ دي برضو من قائمة ديزاين، هنختار البيج بوردر، وبعدين هنختار الشكل اللي احنا عايزينه، بيفتح لي قائمة فيها اختيارات، هختار الشكل شادو ولا بوكس. بعد كده بحدد شكل الاطار نفسه من الستايل، هل هيبقى خط واحد، هل خط مزدوج، هل في اشكال مختلفة اقدر اختار منها. بعد ما بحدد شكل الاطار بحدد السمك بتاعه، هل عايزه رفيع ولا تخين، بنتحكم فيها من الويدث. اللون بتاعه هل عايزينه اسود ولا هنختار لون تاني، ازرق احمر اصفر اي لون من الكلر، وبعد كده نضغط على اوكي. يبقى خلي بالكوا دلوقتي، يبقى انا دلوقتي لو رجعنا بس كده شويه،
عندنا في الووتر مارك وفي الاطار العلامه المائيه والاطار بنختارهم من قائمه ديزاين. قائمه ديزاين بنقدر نعمل ووتر مارك وبنقدر نعمل الاطار او الفريم بتاع الورقه. اما لما كنا بنعمل فايند او ريبليس كنا بنجيبها من قائمه هوم. يبقى الفايند او ريبليس بنجيبها من قائمه هوم، اما الووتر مارك والفريم بنجيبها من الووتر مارك والبوردرز او الفريم بنجيبها من قائمه ديزاين. طيب دلوقتي لما باجي اطبع الملف بتاعي ساعات بحتاج ان انا اطبع الديفولت بتاعي او العادي بتاعي لما باجي اطبع انه بيطبع الصفحه في ورقه. بيطبع الصفحه في ورقه، طب انا لو عايز اخلي الورقه فيها اكتر من صفحه ممكن الصفحه الواحده او الورقه الواحده اطبع فيها صفحتين، اطبع فيها اربع صفحات، اطبع فيها 16 صفحه حسب ما انا عايز يعني. فازاي نتحكم في عمليه الطباعه دي؟ دي عمليه سهله جدا. من قائمه فايل بنختار برنت او بنختار كنترول بي زي الاختصارات بتاعت الكيبورد اللي احنا عدينا عليها قبل كده. يبقى الكنترول بي دي لو عايز اعمل برنت، لما بدوس كنترول بي بيفتح لي صفحه، بروح من قائمه السيتنج اختار وان بيج بير شيت، يبقى كده هيطبع لي صفحه واحده بس في الورقه. طيب لو عايز 2 بيج بير شيت يعني عايز اخليهم صفحتين او اكتر، ببدا احدد بقى 2 بيج 4 بيج 16 بيج حسب ما اختار، يبقى عندي الاختيارات دي كلها متاحه. وبعد كده بضغط على برنت.